طلبت من عريسها في يوم الزفاف طلبا فانهار بالبكاء. ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بزر الإعجاب للاستمرار في هذه النوعية من الفيديوهات. بعد أن تحقق حلم شاب وفتاة في أن يجمعهما الله تعالى في بيت واحد، وبعد قضاء أجمل يوم في عرسهما صحبة الأصدقاء والأهل والجيران، وبعد الانتهاء من مراسم حفل الزفاف وتوصيل العروسان إلى بيتهما الجديد، دخل العريسين منزلهما، وقام العريس بفتح إضاءات المنزل وقال بكل سعادة لعروسته: لقد أنير المنزل من دخولك. وأجابته العروسة في حياء شديد: هذا نورك أنت. وأكمل حديثه بأنه غير مصدق بأنهما أصبحا زوجان أخيرا وأنهما في بيت واحد. ردت عليه مجددا: لا تقم بإحراجي أكثر من ذلك، كفى. قام الزوج بأخذ يد عروسته وقبلها، واقترحت عليه هي الأخرى أن يبدأ حياتهما بالصلاة حتى يبارك لهما الله في حياتهما الجديدة. وهنا أصيب الزوج بالاندهاش بشكل كبير، وقد فوجئ بالأمر كثيرا، وقال لها أنه لا وقت للصلاة الآن، فسيقوم بأدائها في وقت لاحق. اندهشت الفتاة وقالت له: لا بد من أن نبدأ حياتنا وأيامنا الأولى بأداء فريضة الصلاة حتى تكون جميع أمنياتنا مليئة بالخير والرضا. فرد عليها الزوج قائلا: سوف أعترف لك بشيء كبير. فقالت له: هيا تحدث. فتبعثر في الحديث وبدأ بالبكاء، فقالت: ماذا بك؟ اليوم كان مليئا بالسعادة والحب، واليوم كان مرحا ومفرحا. لقد دخلنا منذ قليل ونحن في قمة سعادتنا، أين السعادة والحب؟ ماذا بك يا رجل؟ فأجابها الزوج وهو في حالة بكاء شديدة: صراحة لا أعرف كيف أؤدي فريضة الصلاة. وهنا انصدمت الفتاة وتعجبت كثيرا وسألته: كيف لا تستطيع أداء الصلاة وأنت في هذا السن؟ وأجابها أنه لم يقم للصلاة ولو لمرة واحدة في حياته. بدأت الفتاة في تعليمه كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وبالفعل تعلم الزوج وقاموا بأداء الصلاة سويا لأنه رزق بأفضل فتاة. ومرت هذه الأيام كأنها أول أيام حياته. إذا أعجبتك هذه القصة لا تنسى دعمنا بزر لايك واشترك في القناة لكي يصلك كل جديد.